مدحوينها دلك الجمهوريدة سوماليا المدانة أحمد محمد محمود زيلايو يوفتيقوه وقامينا أيه تاليا معانة الشرطة تقالي كده بس علالك هولود كتشو يا حارونتا قبل كاساحي لبربيرا أي أمانتا موغشو كسو مريح ريها أي دقيه هندتك قحونتيقا هي كسو قحي دقال لابا كدع أي دلك أي نوشار كنها يمن gaaray madaxweynaha waxaan uga hambalyeynaa inuu ilaahay garab ku siiyo inta ay ka badan bay nusii wado dawlad jirta oo joogta ilaahay ka dhigo farxad baan maxay ahayd inuu waxa salaamaya dawladda madaxweynaha Soomaaliland waa ka dhig annana gurguranahay madaxweynaha ayaa hadal uu ka jeeday xeeladaasi qaxootiga ay dadku ay degan yihiin waxa uu sheegay xukuumadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland مرور باي سود وين سد دتك قحون تيجي ولا له هذا كسر قح حي دجال ضع وعنا هو شيء جاي إن أنا دتك إن أنا الدولة ده دتك أنت مهوري ده سو ما أنا يا شعب يقود وأنا مرنا وحبك لها الدونين دتك عصاب ركع عاي كعر رايا اللي بتلا أدي أد بان وسود وين له قحون تيجي دلك يجي يمد كسر عرنا بتوين كه وهاش بين نقول تاي حلنا سعر وي حل وين ويسك سعرنا سلا مسؤولين تقول بقول رجالين إن أنا دتك قحون تيجي سود وينه إن الله ببحنا ميرودي قرسينه وحن رقب كرنا رقب أرنو وحن رقب لها لنا مجرد إن شاء الله وتعالى إلهي أنا لو ذكرت تقول لي جيد بقى مدحونا ها كورنا هالك عزي هذا اللي وحا كسو تشدي وسيرك وسارة دو بدا جنتا أي مسؤولين تقوبل كاية دقمدا بربرا ولما أنتو تبا كورنا ماي سيدا يقوه اللي هين دتك أقحون تيقا هيا كسو قحا يدقا لدا كدا عيا ودا كيماني يا سيدا أي مركي هورا هالك نقصو دوئيين كمان ناندادا أو كسو قحا يدالك عزي يمان سيدي هذا وانرتو بحسابان الله وشغيا هذه تاعي هذا دولتها هي هذه تاعي هذا عالم جابه وهالك لو قلنا سيو من تصدع مع الموضة لو قلنا سيا طب إنه واحد لو كلا أما بهي هالك يدوني يا هذا جود بدن با نجا جلي مركي هرا وعي حروس كلا وقاب يسمى هاي أنت هني يوم قالك تذكري هوس بوا ود سبيون دي بلوم تنجري كنت وهاكي نو قب نيل وقده وتكون إياه أفر تبقول أنا شكو كان يقحط جاي ضد إلا أفر كن أه يا سومري أو قحطيه إلا أنتي ويا من دجالك وكذا عي تد كاسي مشورتي وحيو بدناين بقول كي بتضباطن تد كل شيء دلك أي نشارك أن هاي سوماليا لما أنتوا دنا سوى عم بلوج عن قبتي سوى عم بلوسو دويي هداي تاي ما ملك الدولة ده هداي تاي ما دحد قبل كا مدحونا هاي وفتي جيسو سيد أو كرنا وحاي بقاش كوسو مرين دكدا بربرا يدا مدحونا هاي وفتي جيسو أي سيد أو كرنا سوي نين دين استمر كاسينا سو كون مرين مشاريع كسعوتا غيبها عصوبة اللي هو كورونا يدك دا بربرا اللي يغانو دك دا وشاله مدحوينا هاي وفتيجي سايا وحاي لكو من حيلة هولا دقا اي كسعوتا دك دا بربرا يستمر كاسينا شغالها هولا دينا دا يمرو مالك دك دا بربرا اي كو هولا يينا هولا اسكا وحقب ساعة اللي قد سايا غيبا كمي دا دك دا عصوب مريها دك دا بربرا يشدن علي عمر محمد علي حور حور ايا مدحوينا هاي وفتيجي سوقو ورمي غيبها كالدوين دك دا بربرا اللي هو كوريي isagoo sheegay in laba qaybo oo degadaasi kamid ah oo hore madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu xadhig uga jaray haatana ay socoto qaybtii saddexaad ee degadaasi kordhintii degada capacity-geeda la kor u qaadayna qaybtii hore waa digi furay qaybtii labaad baa lagu xadmaad noogu jirta qaybta dhamaan saayba ku waa 2 hektar iyo bad way lugayn doonaa waan ku tusi doonaa dhamaadkeedu wuxuu qaadanayaa ilaa 7 shoodo baa uu qaadanayaa laakiin maanta waxaan loo fursaday shaqada oo socotay inaad aragto ee hawsha baa xadeed in laagtahay inaad aragto ee waxaan madaxweynaha kula socodsiinayaa hawshan shaqalaha dekada ayuu baa qabta injineerradayada farsamayaqaankayaga qalabka dekada fuuliga iyo shaqala weynaha gabagabadiina madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa mahadnaq iyo boogaad waxa uu soo jeediyay maamulka degada Berbera isagoo ku amaanay mashruucyada horumarineed ee qaybaha cusub ee degada lagu koriyo ilaahay la qabto ilaahay la qabto shaqo fiican baa wadan hadii rajaynaya hawsha ilaahay inuu guuleeyo hawl fiican oo meel sawir ku hanbaleen hawsha ilaahay imkaan ka qabteen oo ku hanbaleen waan baatsan degada Berbera oo ismaheeda ay isaga dambeeyeen dowladaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa qaybtan cusub ee haatan lagu koriyayna waxay si weyn wax uga tari doontaa kor ku caabadeecadaha degada ka soo degaya iyo kuwa ka dhoofaya iyo waliba sidii loo gaarsiin lahaa gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland badeecadahaasi iyo wadamada in jaarka nahay Cabdi Salaan Xariish Uusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera